اهلا بيك. اهلا طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا بشكر باشمهندس عمر على تقديمه الرائع، وبنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا دايما كلنا مع بعض إن إحنا بنتعاون إن شاء الله بنصل إلى مراحل إن إحنا زي ما بنقول مهندس المصري أو الإنسان المصري والمدير المصري، يعني من أعظم ومن أحسن الناس اللي في الدنيا. وده مش تعصب لحد، إنما دي فعلا دي حقيقة. والكلمة دي أنا الحقيقة معناها استعرتها من واحد صاحب شركة كنت ماسك مشروع كبير في قطر، فهو قال لي يعني فعلا المهندسين المصريين، كان بيتكلم عني يعني مش بيجاملني، بيتكلم المهندسين المصريين وهم في واقعة كده. كنت قلت له يعني إيه يعني كتر خيرك يعني بتجيب مهندسين مصريين كتير، فأنا عايز غير مصريين. قال لي ازاي؟ وقال لي ازاي ده احنا مصر احسن مهندس. فالحقيقه دي الجمله دي مسكت في دماغي، وقعدت افكر ليه. انا حكيت القصه دي قبل كده بس برضه بحب دايما اقولها عشان الناس تعرف يعني ايه نقيم نفسنا صح، وان احنا ايه فعلا نتوجه ان احنا نبقى فعلا مهندسين انت عالميين. يعني انا لما قلت هذا الكلام مش بقوله خيالا ولا بقوله مثلا تعصبا لمصريتي او لا، انا بتكلم فعلا كلام فعلي. وقلنا برضو ان المهندس المصري عشان يوصل لدرجه العالميه محتاج 3 حاجات. اول حاجه اللغه السائده اللي بيتعامل بيها العالم كله اللي هي اللغه الانجليزيه، زي ما احنا كان العالم كله بيتكلم اللغه العربيه لمده 700 سنه، فاللغه اللي ماشيه النهارده اللغه الانجليزيه اللي هي السائده لكل مجال الناس في العالم. فاول حاجه اللغه الانجليزيه. تاني حاجه ان هو بعد 3 4 سنين من شغله في اي مجال، هو الانسان بيبتدي متخصص، مهندس سواء طبيب سواء صيدلي سواء محاسب سواء في جميع المهن، وبينتهي به الامر ان هو يبقى مثلا يبتدي اداره قسم ثم اداره شركه ثم اداره مؤسسه ثم وزير ثم رئيس وزاره الى اخره. فلازم بعد 3 4 سنين يبتدي يعرف يعني ايه اداره. وده اللي بدانا نتكلم عنه في الاربع لقاءات السابقه. النهارده في لقائنا الخامس هنتكلم على حاجه هامه جدا، ودي الحقيقه يعني ما بقالهاش كتير قوي، يعني احنا يعني من حوالي 18 20 سنه بدا الكلام على ايه، على تواجد البي ام او بروجكت مانجمنت اوفيس. ودي حاجه كويسه لان في اماكن كتير اللي هي ما هياش يعني معلوماتها او خبراتها جامده في البروجكت مانجمنت، لان هي تجيب بي ام او يدير لها الشغل ويدير لها الفيلز. وانا بشكركم جميعا على حضوركم وعلى مشاركتكم، ودي بتثري الحوار وبتشري الموضوع، واحنا يعني سعداء بيكم. عنوان النهارده بروجكت مانجمنت اوفيس سكوب اوف ورك ان ديفرنت بروجكت فيزز، يعني نطاق العمل لمكتب إدارة المشروعات
في مراحل مختلفة للمشروع. فاحنا بنحاول برضو ان احنا انا على فكرة انا مش بقول نفسي بقى الانجليش بتاعي زي الانجليش بتاعي، الانجليش بتاعي مش زيكم، اسمه المفروض الشباب النهارده الانجليش تبقى ماسترنج الانجليش، والاكسنت بتاعك يبقى يعني امريكان وتاكل الاتجاهات كلها وتبقى يعني ايه تعرف تعرض نفسك. النقطة الثالثة برضو اللي ما قلتهاش اللي هو انت بتفضل طول حياتك تعمل حاجة اسمها الكونتينوس امبروفمنت اللي هي التحسين المستمر، يعني ما حدش يغتر لا بعلمه ولا يغتر بماله ولا يغتر بمنصبه ولا يغتر بأي حاجة، لا غرور ده آفة قاتلة لأي إنسان. فدول الثلاث حاجات اللي ربنا يسرهم لنا واستقرأناهم من حياتنا، وبنحاول إن احنا ننشر نساعد في نشر هذه الثقافة. وكتر خير باشمهندس عمر الحقيقة وباشمهندس محمد اللي بيسجل الحلقات كلها طبعا وبيقسموها بيحطوها على السايت للفائدة العامة. طيب الأجندة بتاعتنا في الموضوع ده إيه؟ الأجندة بتاعت الموضوع النهاردة هيبقى definitions في الأول، كم تعريف كده عشان نعرف يعني إيه بي إم أو، يعني شوية تعريف كده هنتكلم عليها، وبعدين project phases for بي إم أو. إحنا اتكلمنا قبل كده عن مراحل المشروع المكتب in general، هنا مراحل المشروع المكتب إدارة المشروعات هو هو، بس بيزيد عليه في الأول بداية pre-feasibilities هنتكلم على إيه، هنزود عليها اللي هي الورك اكوزيشن للبي ام او. اكوزيشن يعني ازاي البي ام او بياخد الشغل عشان يبتدي ان هو يشتغل، يعني هو يشتغل كبي ام. برودكت فيزز السيستم اناليسيس، في السيستم اناليسيس حاجه بسيطه جدا ان واوت هنشوفها برضو، احنا اتكلمنا عليها قبل كده برضو هنبينها ان البرودكت فيزز دي عباره عن ايه؟ عن سيستمز فيز جزء من المشروع اللي هو انبوتس وبتحصل عليه بروسيسز او بروسيدجرز او الى اخره، وبتخرج ايه اوتبوت، الاوتبوت بتاعه بتدخل على ايه على الفيز اللي وراها كانبوت وبتطلع ايه اوت. وشرحنا كذا ميثودولوجي واقربهم للكلام ده اللي هي البرنس 2. بزنس اكوزيشن فيز مرحله الحصول على المشروع دي اللي هي الفيز اللي هي مرتبطه بالبي ام او عشان ايه يشتغل مع اي مكان او اي اورجانيزيشن او شركه عشان يعمل لهم اداره مشروعات. فيزيبيليتي اند ماركت ستاديز فيز دي مرحله الدراسات. از نورمال بقى احنا كنا بنتكلم على سبع فيزز، از نورمال بقت يعني بزنس اكوزيشن فيز دي في مكان مرحله البري فيزيبيليتي، طبعا هي مش بري فيزيبيليتي بس هي ايه الحصول على البزنس اكوزيشن. بعد كده الديزاين فيز، الناس اللي احنا حضرنا مع بعض قبل كده هنلاقي الدنيا هي هي ذا بروكيرمنت فيز، بس هنتكلم فيها على ايه على الريسبونسابيلتيز بتاع مكتب اداره المشروع او نطاق العمل بتاع مكتب اداره المشروع. في البروكيرمنت فيز محطه التعاقدات، الكونستراكشن فيز مرحله التنفيذ، بين الكوميشننج اند هاندنج اوفر فيز مراحل التجربه لتسليم المشروع، بين البروجكت كلوز اوت اند بوست ايفالويشن فيز اللي هي البروجكت كلوز اوت اللي هو بنقفل بيها المشروع بقى في الاخر وبنسلمه للاوبريشن عشان بقى ايه بقى اسمه دلوقتي ايه اوبريشن ما بقاش اسمه مشروع. نبتدي بالديفينيشنز. هناخد اول ديفينيشن اللي اتكلم عليه مين؟ هارولد كيرشنر، وده من 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 اشهر واشهر علماء اداره المشروعات في العالم. ونخلي بالنا الكلام ده هو بيقوله لمين؟ ده في كتابه، في كتابه اللي هو طبعا انترناشونال موجود، لكن هو بيوجه اصلا للامريكان. يعني بيقول امريكان ايه؟ project management can mean different things to different people. quite often people misunderstand the concept because they have ongoing projects within their company and feel that they are using project management to control these activities. in such case the following might be considered an appropriate definition. يعني بقول لهم إدارة المشروع بتعني أشياء يمكن أن تعني أشياء كثيرة لناس مختلفين، للناس المختلفة. يعني في كثير من الأحيان الناس بيسوقين فهم المعنى والسياق لإدارة المشروع، لدي مشاريع جارية داخل الشركة بيقول لهم لا أنت دي هنفهم ونسمع كلام ده، إن هو بيشتغل هو مش بيدير مشروع، هو شغال في المشروع لكن ما بيديرش،
وتشعر انها تستخدم ادواتها، هو حاسس او فاكر ان هو بيشتغل ادوات المشاريع للرقابه على الانشطه اللي بيقوم بها. في مثل هذه الحاله يمكن اعتبار ما يلي تعريفا مناسبا لاداره المشروع. تعريف الحقيقه تعريف يضحك يعني. يعني بيقول ايه في ايه بقى؟ أقول لك هارولد كيسنر ده كلامه بالحرف، احنا ما بنناش حاجه، بيقول project management is the art، يعني ده بناء على اللي حاصل في الشركات الامريكيه. طبعا احنا كل اللي نعرفه عن الامريكا البي ام اي والبي ام بي وكل الشركات المرتبطه بيها، دي حاجات جميله كلها. نعرف بيكتل ونعرف مثلا كل الشركات الامريكيه، نعرف بروجاكس، نعرف شركات امريكان كتير جدا في الشرق الاوسط، نعرف تكنيك، نعرف الشركات كلها اللي هي شغاله. فطبعا احنا كل دول اللي بيجوا لنا طبعا دول متخصصين في البروجكت مانجمنت، وتعلمنا منهم كتير جدا وشفنا منهم كتير جدا والحقيقه يعني. فانما ده الكلام ده موجه بقى لعموم الشركات الامريكيه. Project management is the art of creating the illusion that any outcome is the result of a series of predetermined deliberate acts when in fact it was dumb luck. يعني بيقول لهم هنا ايه؟ ان اداره المشروع وفن خلق الوهم، the art of creating the illusion، بان اي مخرجات هي نتيجه سلسله من الاحداث. ان دي سلسله من الاحداث المحدده سلفا. واعمال متعمده عندما تكون المخرجات في الواقع كانت ايه؟ it was dumb luck، كانت حظ. يعني النجاح كان حظ بحت. ما كانتش ليه بقى؟ هيبان في التعريف. هقول ايه بعد كده؟ طبقا برضه الدكتور هارولد كيسنر بيقول ايه؟ According to هارولد كيسنر، although this might be the way that some companies are running their projects، يعني الشركات عماله تاخد مشروعات وتشغلها وتخلص وتشتغل وتخلص وتكسب وتشتغل وتخلص وتكسب، فهي فاكره ان هي ايه؟ ان هي شغاله running the project، احنا هنا running the project but not using the project manager. This is not project management. Project management is designed to make better use of existing resources by getting workflow horizontally as well as vertically within the company. فهارولد كيسنر بيقول ايه بقى؟ ان قد تكون دي ان اداره المشروع مصممه، يعني مش النقطه الاولانيه، يعني مش مشكله مفاهيم ان هم بيطبقوا بروجكت مانجمنت او بروجكت مانجمنت. اداره المشروع دي اتصممت علشان الاستخدام الامثل to make better use of existing resources. زي ما كنا بنتكلم بنقول الاول function اللي هي ايه؟ planning, organizing, leading, control. دي ايه؟ the four resources اللي هي 4M: the manpower, material, the machinery, the money. The project march is designed to make better use of existing resources by getting workflow horizontally as well as vertically within the company. ان احنا بنعمل better use اللي هو الطريقه الامثل لتدفق العمل بسلاسه افقيا وراسيا داخل الشركه. يعني افقيا وراسيا ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكلام اللي جاي. هنا بقى هارولد كيسنر بيجي بقى في الاخر بيطمنا بيقول ايه بقى؟ According to دكتور هارولد كيسنر، ده الكلام اللي احنا ايه قلناه قبل كده كذا مره واحنا بنأكده النهارده، لان ده راجل عالم، يعني احنا كلنا يعني ما يعني بنتعلم وبنزداد وبنتعود نتعلم كل يوم بنزداد حاجات جديده. طبعا ثلاث حاجات كتير جدا هنتكلم عليها بعدين، لكن احنا هنركز دلوقتي في اللي احنا بنقوله. أقول دكتور هارولد كيسنر هنا بيعرف بقى البروجكت مانجمنت، يعني هو كان بيقول لهم يا اخوان انتوا بتعملوا بروجكت مانجمنت بتشتغلوا وفاكرين ان ده بروجكت مانجمنت، لكن هو ايه؟ مجرد انتوا بتشتغلوا وان النجاح بتاعكم ده ايه؟ لك جاست لك يعني. التعريف بتاع بروجكت مانجمنت اخواتي دكتور هارولد كيسنر، بروجكت مانجمنت از ذا بلاننج، شو الكلام اللي بنقوله؟ بلاننج، اورجنايزنج، directing او leading and controlling of company resources. ده الكلام اللي احنا بنقوله من اول يوم. ان project management is having four functions اللي هم planning, organizing, directing او leading or controlling of company resources for a relatively short term objective that has been established to complete specific goals and objectives. يعني استخدام
الفور فانكشنز اوف مانجمنت احنا قلنا عليهم دول، على الريسورسز اللي هي مان باور ماتيريال وماشينري وماني، دي الريسورسز بتاعت الشركه اللي هي مسخره لانهاء سبيسيفيك جول، لتحقيق هدف اهداف او اهداف في المشروع. يعني المشروع ده زي ما اتفقنا ان هو ايه، ده له مده معينه عليها يعني. طيب ايه بقى هوريزونتال وفيرتيكال؟ اي شركه في الدنيا او اي مؤسسه في الدنيا لها اورجانيزيشن شارت بتاعها. فاورجن في الفيرست لاين بتاعها فانكشنال. احنا هنا هنقول ايه؟ يعني احنا عندنا فانكشنال مانجر 1 اللي هو بيبقى ايه؟ سي كونستراكشن مانجر، وبعدين فاينانشال مانجر، وبعدين مانجر بتاع اي حاجه ثاني تكنيكال مانجر. يعني دي انواع الفانكشنز كلها اللي موجوده في اي شركه. طيب في بروجكتس مانجر بقى، يعني في بروجكتس هنعمل بروجكتس بنعمل ايه؟ ده الهوريزونتال اهو اللي هو ده الفانكشن ده ايه اللي هي الايه، ده الكوربريت. او هنشوف ده يعني هيبقى في الكوربريت مانجمنت، في مؤسسه، في شركه، في اي حاجه. الكوربريت مانجر اللي هو الناس اللي بتشتغل كاوبريشن بيزيكلي. يعني انا بشتغل على بروجكت بقى، بيبقى هنا في بروجكت، فبيطلع من البروجكت مانجر دي بروجكت 1. البروجكت 1 بيعمل ايه؟ بيروح لكل فانكشن من دول. عايز هنا عايز كونستراكشن مانجر، اخده من هنا. عايز كونتراكت مانجر، في الكونتراكت ديبارتمنت. عايز تكنيكال اوفيس مانجر للسايت او الموقع، باخد الايه وهكذا. كله بقى تكنيكال اوفيس باخده من التكنيكال، من التكنيكال اوفيس باخد الناس بتوعي من ايه، من داخل كل هوريزونتال، كل واحده من دول. فاللي فوق ده عمل فيرتيكال هنا يعني. ايوه، والبروجكت الثاني بقى بنفس القصه، ياخد كل الناس بتاعته منين؟ من بيزيكلي من الـ من الـ من, الـ من كل ديبارتمنت في الشركه. وطبعا ده ما يمنعش ان انا اخد من بره، لكن اللي بيجي من بره برضه هيبقى تابع لحتتين. ودي نقطه اللي هي بتاعت الايه، الماتريكس اورجانيزيشن. هو بيبقى تابع للبروجكت مانجر بتاعه، او البروجكت مانجر بتاعه بيبقى هنا تابع هنا. كل الافق ده الافق اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، وده الرأسي. الرأسي ده مع الفانكشنال. يعني الفانكشنال مانجر ده لو ده مثلا الكونتراكت ديبارتمنت او الكونتراكتس مانجر، بتحت منه ايه؟ كونتراكت مانجر 1، كونتراكت مانجر 2، كونتراكت مانجر 3، ده الكونستراكشن مانجر، الكونستراكشن مانجر 1 2 3 4 وهكذا. ال مثلا الادمنستريشن مانجر كذا كذا، فاينانشال مانجر كذا. وبيجي البروجكت بياخد ايه؟ من كل واحده من دول. فكل واحد من دول ده اسمه ماتريكس. واتكلمنا عليه اعتقد قبل كده، وهنتكلم عليه برضه تاني. يعني لان ده من الحاجات الجميله قوي في المستخدمه في الايه، في البروجكت مانجمنت او في المانجمنت عموما. لو جينا هنا هنقول البروجكت مانجمنت دي يعني احد العيوب الاساسيه لايه، للماتريكس اورجنايزيشن. اللي اخذوا بي ام بي عارفين بقى ان في ثلاث انواع من الماتريكس اورجنايزيشن، وال بروجكتايزد، يعني ثلاث انواع. احنا بنتكلم على عموما على الماتريكس اورجانيزيشن، يعني مش هخش في الديتيلز بتاعت البي ام بي، خلينا الناس بتوع البي بي يتكلموا عليها. المهم نعرف ان كل واحد من دول له علاقتين، علاقه مع الفانكشنال مانجر بتاعه. اي حاجه تكنيكال، اي حاجه فانكشنال، بيبقى علاقته بيها بمين؟ بالفانكشنال مانجر بتاعه. عنده مشكله عايز تتحل، عنده حاجه عايز تتعامل، اي حاجه هو ايه بيرجع له. انما انتمائه دلوقتي during البروجكت duration او البروجكت phases هو تبع مين؟ تبع البروجكت مانجر بتاعه. فاذا كانت الشركه فاهمه كويس قوي هذا الكلام، والناس اللي قاعده فاهمين هذا الكلام ده، ما هتحس ان في ايه؟ ان في نوع من المشكله كده اللي هي بين الاثنين، يعني انا تبعك ولا تبع ده؟ لا، انت جوه البروجكت بتاعك انت تبع البروجكت مانجر، تبع الفانكشنال انت تبع الفانكشنال مانجر بتاعك. في الفانكشن هو طبعا في البروجكت انت فانكشن ومانجمنت انت تبعه، لكن انت مرجعك الاخير انت قد تكون مثلا فانكشنال ما عندكش كل الخبرات
وتحتاج خبره معينه او تحتاج حاجه معينه، بتقول ترجع لمين؟ تسال برودكت مانجر بتاعك الاول، والله هو ممكن يقول لك ارجع للفانكشنال، ويبقى انت ايه ترجع فانكشنال مانجر بتاعك. دي اللي هو الهورزونتال فيرتيكال اللي كنا بنتكلم عليها في السلايد اللي فاتت. طيب البروجكت فيزز فور بي ام او هم السبعه اللي كنا بنتكلم عليهم. بنشيل البري فيزيبيليتي اللي كنا بنتكلم عليها في البروجكت فيزز، ونحط هنا ايه البيزنس اكوزيشن فيز اللي هي المرحله اللي العميل او اللي محتاج للبي ام او ان هو يطلب ريكوست فور كوتيشن او ريكوست ار اف بي، ريكوست فور بروبوزل من البي ام او، من البي ام اوز، والبي ام اوز تقدم ويختار ما بينهم بالطريقه المعهوده اللي احنا عارفينها. فالبيزنس اكوزيشن فيز هنتكلم عليها بعد كده. Visibility and Market Study Phase يعني بيبتدي ال PMO بيعمل ايه؟ بيكمل بقى الفيز بتاعت البروجكت لغايه ما يخلص. ده احنا بنقول الكلام ده ليه؟ انا شخصيا افضل تماما ان ال PMO ان ما فيش حاجه اسمها الشركه ما تكونش عارفه الكلام ده، عشان كده لازم ثقافه الاداره تنتشر. انا مش بوقف سوق ال PMOs، لا، يعني ان ال PMO اللي يدخل في مكان يدخل يكمل فيه ما يبقاش على قد مثلا ثلاث اربع سنين زي ما بيحصل دلوقتي، وبعدين يسيب المكان ويمشي ويدرب الناس اللي هناك، لان التطبيق العملي الحقيقي ان انا يعني خبرتي في الشرق الاوسط يعني ان اللي بيحصل ان الناس برضه ما بتاخدش كل الخبره اللي عند البي ام او، يعني بي ام او بيبذل جهد، يعني عشنا هذا الكلام في الخليج واشتغلنا في البي ام اوز وطلعنا ناس كتير قوي وناس الحمد لله ممتازين، لكن انت البي ام او موضوع كبير يعني بيعمل الكلام اللي احنا اللي جاي ده كله هنعرف ان هو يعني كلام كويس. وزي ما بقول برضو عايز لكم برضو نفتكر في الاخر في سؤال انا هساله مش حاسب احد بقى، ممكن اقوله ان انا بتحدى حد يكون طبق الكلام اللي هيجي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البرزنتيشن بتاعنا النهارده طبقه. وعلى فكره هذا الكلام كله ليس فيه نقطه من كتاب ولا من حاجه نظريه، ولا البروجكت مانجمنت انا بقول لا هو نظري ولا هو اكاديمي، بس اللي بيحصل ان الناس بتاخد من الخبره من الواقع وبتحطه في الكتب. فاللي هيطبق الكلام ده ويحصل عنده يعني يضمن اكتر من 98% ان المشروع نجح وماشي في مكانه مظبوط. فالبيزنس اكوزيشن فيز، بعدين الفيزيبيليتي اند ماركت ستادي فيز، بعدين الديزاين فيز، بروكيورمنت فيز، الكونستراكشن فيز، كوميشن اند اوفر فيز، بروجكت كلوز اوت اند بوست ايفالويشن فيز. يا رب ما تكونوش زهقتوا بس من السيفن فيز بتاعت البروجكت اللي احنا كنا بنقول عليها من زمان كانت ايه؟ اللي هو الايه البري فيزيبيليتي اللي بيقوم بيها المالك نفسه بنفسه، وبعدين يدخل بقى على الفيزيبيليتي الفيزيبيليتي ستاديز كلها انواع كتير من الفيزيبيليتي ستاديز لو رجعنا للبروجكت فيز اللي عملناه قبل كده، والديزاين فيز بعديه على طول، بروكيرمنت فيز، كونستراكشن فيز، كوميشن هاند اوفر، كلوز اوت، هم نفس السبعه. بس انا يعني بقى في اللقاء بتاعنا هنوضح بالظبط ايه المسؤوليات وايه الشغل اللي بيعمله وان ديتيل، وكتير جدا مننا هتلاقيه عارف اكتر من 90% من الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس كل اللي حصل ان احنا خدناه وحطيناه بشكل منظم ومنتظم وبنعرضه على حضراتكم بشكل يعني ايه بنفكر بعض بيه. طيب دي هنا البروجكت فيزز بتاعت البي ام او. اول حاجه البيزنس اكوزيشن زي نفس الكلام، فيزيبيليتي ماركت ستادي، الديزاين، بروكيورمنت، الكونستراكشن، بعدين بروجكت كوميشن هاندنج اوفر وكلوز اوت اند كوست فاليوز. طيب هنا بقى احنا كنا بنتكلم على الايه، دي النقطه اللي هي الثانيه او الثالثه دي البروجكت فيز سيستم اناليسيس. احنا كل فيزز من الثانيه دي عباره عن ايه؟ سيستم، ادي ان ادي اوت، هاو بزنس اكوزيشن اهو. الان بتاعه ايه؟ الكلاينت، عند ما بين الكلاينت وما بين ايه؟ البي ام او، بيعمل بيحط الريكوايرمنتس الشروط بتاعته والكونديشنز،
والكونديشن والاشتراطات بتاعته. وبعدين نتيجه الكلام ده هو يعمل بقى شويه بروسيس هيبان في الكلام بتاعنا، هيطلع منه ايه؟ كونتراكت بين كلاينت اند بي ام او. طيب الكونتراكت بين كلاينت اند بي ام او هيستلمه البي ام او ويدخل يعمل ايه؟ يبتدي يعمل فيزيبيليتي اند ماركت ستادي فيزز. هيعمل بقى ريكويست فور ريكويست فور يعني يعرض يحط الشروط بقى بتاعت كل انواع الفيزيبيليتيز زي ما كنا بنتكلم، تكنيكال فيزيبيليتي، فاينانشال فيزيبيليتي، الانفايرمنتال فيزيبيليتي، الترافيك امباكت، كل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه برضه ايه في لقاءاتنا السابقه ما بين الكونسلتنتس اللي هم المتخصصين، ويقارن ما بينهم وياخد ايه البيست اوفر من كل واحد منهم وبعد يعمل كونتراكت معاه. طيب هيطلع هنا بقى ايه؟ هيطلع يطلع الفيزيبيليتي بتاعت المشروع ده بكل انواعها، كل انواع الفيزيبيليتيز، فيزيبيليتي على الماركت داتا، كل الكلام ده كله بقى هيتاخد يروح فين الكلام ده كله؟ هروح يشتغل على ايه؟ على ديزاين فيز. ديزاين فيز بقى بياخد كل النتائج بتاعت الفيزيبيليتيز دي، هي مجرد مش صح او غلط او ايه او لا لا، بتدرس وبتتحط كل حاجه وبتاخد يقول ايه يعني ايه ذا ايشو از فيزيبل يعني. فيوصل على ديزاين فيز. ديزاين فيز نخلي بالنا اذا بيز اكيزيشن اتعمل صح، ما جاش مثلا العميل وهلك البي ام او، البي ام او ما عندوش شغل وراح ضرب باسعاره الارض وكده، هتلاقي ايه يبقى بيبني غلط. يبقى ده اول حاجه يعني لازم البي ام او يكون واخد الشغل، مش بقول غالي لا، از افريج يعني بالعقل يعني ما حدش ايه يبالغ او يغالي. وبعدين برضه فيزيبيليتي ان ماركت ستادي فيزز، لو اتعمل الصح واتعملت مظبوط يبقى ايه ادي ايه لازم نقول ايه النجاح كيوميليتيف، النجاح تراكمي كما ان الفشل تراكمي. فدي تنجح دي هتنجح ندخلها على الديزاين فيز، لو دول نجحوا كويس ده هينجح كويس خلاص، دي هيطلع الديزاين طلع ايه الديزاين والدرونز بي او كيو والسبكس والريكوست فور تندرنج اللي هي ايه بتاعت عشان المقاولين او السبلايرز، كل حاجه بقى جنرال كونديشن والسبيشال كونديشن، كل انواع الايه الدوكيومنتيشن اللي هو ايه بيطلع من الديزاين فيز عشان نقارن ما بين الـ 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 المقاولين، لو احنا عايزين المقاولين بيحطوا اسعارهم وبيحطوا كونديشنز بتاعتهم وبيتقارن ما بينهم عشان ايه يتوقع بيتوقع ما بينهم، بيشتغل بقى البروكيورمنت فيز بيطلع منها ايه؟ بيطلع البروكيورمنت، بيطلع ايه؟ الكونستراكشن، بيطلع كونتراكت بين كلاينت اند مين كونتراكتور. ده لو انا ايه لو موضوع كونتراكتور بس، او يبقى كونتراكت بين كلاينت اند سبلايرز. لو انا عامل يعني مثلا لو انا ببني عماره، دي اقرب حاجه واسهل حاجه، وببني مشروع بعمل مثلا واحد للقرصانه او المباني مثلا، وبعدين واحد للميكانيكا، وبعدين واحد للكهرباء، وبعدين واحد للفاير فايتنج، واحد يعني لو انا مقسم الموضوع وبعمل مثلا عايز شيلرز، عايز جنريتورز، عايز الكلام ده كله، هيبقى عندي برضو ايه الكونتراكتس بتوين الكلاينت وما بين ايه كل يا اما بين الكونتراكتورز او السبلايرز او اي حد هيدي سيرفيس للمشروع في المرحله اللي هناك دي. السيرفيس للمشروع اللي هناك اللي هي الايه اللي هي السوبرفيجن، سيلف سوبرفيجن. ده بتكلم على الكونستراكشن، في اي حاجه ثانيه يبقى هو سوبرفيجن برضه على الشغل في اي مجال اخر يعني، ان شاء الله ربي بيعمل صاروخ فضاء. الفيز دي هي نفس الكلام. ده هيدخل بقى في الكونتراكت فيز، هيبقى ايه الكونتراكت بين كلاينت اند مين كونستراكتور او الى اخره، او كل الاطراف اللي هي هتدخل بقى في الكونستراكشن فيز اللي هتحول كل الدراسات السابقه الى ايه؟ الى حاجه كونكريت، حاجه كونكريت يعني حاجه ممسوكه بالايد مش كونكريت اللي هو خرسانه. فدي في بتشتغل على الكونستراكشن فيز. الكونستراكشن فيز دي بيخلص ايه؟ بعمل فينش، بخلص بفينش السايت اكتيفيتيز. يعني شوف حضراتكم كل المراحل اللي فاتت دي عشان توصلني لايه؟ للكونستراكشن فيز. يعني في ناس كتير قوي بتعتقد ان البروجكت بيبتدي هنا. عشان برضه نبقى ايه يعني
يبقى يعني منصفين. يعني بالنسبة للمقاولات البروجكت بيبتدي من هنا كبروجكت، لا وبيعمل نفس الفيزز. يعني ما بيعمل بريفيزابيلتي بيعمل ايه؟ بيسأل هل العميل اللي انا رايح له ده اخد منه ده واحط فلوسي عنده واشغل الكونتراكتورز بتوعي عنده واشغل السبلاي بتوعي عنده واعمل الموضوع ده كله، هل بيدفع فلوس؟ هل بيدفع فلوس في وقته؟ هل سمعته كويسه؟ فدي بريفيزابيلتي بالنسبه للمقاول. بيبتدي بيعمل ايه؟ بيعمل الفيزز بقى اللي هي الثانيه اللي بعديها اللي هي الفيزابيلتي. هل المشروع ده فيزيبل تكنيكالي؟ هل بالنسبه لي؟ هل المشروع ده فيزيبل فاينانشال بالنسبه لي؟ هل الكلام ده كله؟ فبيعمل نفس بيمر على السبع فيزز جوه الكونستراكشن فيز دي على اساس ان هي ايه بروجكت. برضه الكلام ده حابين نقوله عشان نعرف ان في اي مشروع هم الفيزز السبعه هم الفيزيبيلتي، فيزيبيلتي، ديزاين، كونستراكشن، هاندنج اوفر كوميشن، وبعدين كلوز اوت اند اما خلصنا بقى المشروع هنا خلصنا الاكتيفيتي بتاعت المشروع ما خلصش لسه. احنا خلصنا الاكتيفيتي بتاعت المشروع بنعمل ايه؟ بندخله بقى الكوميشننج فيز والهاندنج اوفر اللي هو بنسميه انيشال هاندنج اوفر. الكوميشننج بيعمل ايه؟ احنا واحنا بنشتغل كمهندسين برضه هنتكلم بقى على كونستراكشن، يعني احنا يعني الماجورتي بتوع كونستراكشن، انما هذا الكلام بيحصل في جميع انواع بروجكتس في العالم كله. بنعمل كوميشننج ان احنا ايه؟ بنضمن ان كل الالمس اللي احنا استلمناها واللي احنا عملناها اتعاملناها بكواليتي كنترول كويس وكواليتي سيستم كويس وخدنا الايه الاوتبوتس بتاعتنا كويسه، لكن علاقتهم ببعض او تشغيلهم. لو احنا بعمل مستشفى بعمل سوفت اوبننج، لو انا بعمل اي حاجه بعمل سوفت اوبننج لها وبتظل مثلا الكوميشننج فيز دي بتعمل انيشال هاندنج اوفر، يعني بيدخل طرف ثالث في الفتره دي اللي هو الاوبريتور. الاوبريتور بيدخل يبتدي هنا يجرب الريزلت بتاع الكونستراكشن فيز مع ايه؟ مع المقاول ومع مش معاهم، يعني هو اللي بيشتغل بقى هذا الكلام، والمقاول والكونسلتنت والبي ام او قريبين منه هيقعدوا معاه لفتره الضمان اللي احنا بنسميها سنه الضمان بالنسبه للكونستراكشن العادي. في مشروعات مثلا في الاويل فيلد ممكن تبقى الكوميشننج ست شهور بس مثلا، في بروجكتس ممكن يبقى الكوميشن بتاعها اكتر من 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 من, من سنه مثلا ما نعرفش. يعني 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 دي الكوميشننج فيز. احنا في الكونستراكشن عاده بنقول ان هي سنه اللي هي السنه في الضمان. البروجكت اكمبلش بقى البروجكت خلص عاملين ايه؟ كلوز اوت اند بوست ايفاليوشن. بيتعمل بقى الكلوز اوت بيتسال المشروع تسليم نهائي، ما فيش اي سناكس، ما فيش اي ملاحظات، قفلنا كل ما يتعلق بالمشروع ونعمل ايه البوست ايفاليوشن. هي البوست ايفاليوشن ده جديده على ودان ناس كتير قوي، وبكلمكم بصراحه حتت كتيره جدا جدا ولا بتفكر في البوست ايفاليوشن، لكن النهارده في البيم بيلينج انفورميشن موديلنج، وده من اخطر واهم التولز اللي تحكم لك مشروعك ايا كان نوعه. البيم بيلدنج انفورميشن موديلنج بياخد المشروع من ساعه ما بيبقى فكره لغايه ما يتسلم للايه؟ للاوبريتور. عنده كل حاجه واضحه وكل حاجه متسجله وكل حاجه موجوده بكل طبعا المهندس عمر ده استاذنا الكبير واستاذ الدنيا بحالها، وهو طبعا يعني اكيد بيؤيدني في الكلام ده. البيم من اخطر التولز اللي طلعت مش عايز اقول في ال 20 سنه اللي فاتوا في تاريخ البروجكت مانجمنت لغايه دلوقتي. في حاجات ثانيه طلعت كتير بقى سبلاي تشين اجايل سكرام الكلام ده من الاخر هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. فاحنا ايه الكلوز اوت والبوست ايفالويشن؟ البوست ايفالويشن دي لو انت بتشتغل بالبيم هتيجي اوتوماتيكلي، يعني مفيش حاجه هتضيع. انما لو انت بتشتغل تراديشنال بشغل تراديشنال لازم بقى كل شغل في المشروع بيقعدوا مع بعض وبيظبطوا الفايلنج بتاعهم وبيظبطوا الاسبيكت بتاعهم وبيظبطوا كل الكيسز وبيظبطوا كل حاجه وايه وكده بايه المشروع بيبقى اسمه ايه؟ اتقفل. طيب هنا البيز اكوزيشن فيز اللي هي مرحله الحصول على المشروع اللي هي دي يعني ازاي البي ام او بيحصل على المشروع.
على فكرة عادي خالص، زيه زي أي مقاول يعني، نفس البروسيس أو نفس البروسيدرز اللي بتحصل عشان المقاول ياخد شغل، هو برضه مقاول بروجكت مانجمنت. يعني هو يعني مش بقول مش مقاول يعني، هو يعني أصل كلمة مقاول دي برضه هم يعني أحسن تعريف للمقاولات اللي هي إيه بالفرنش اللي بيقول إيه سو تريتون، يعني واحد بياخد موضوع على بعضه وبعدين بيقسمه على ايه، على اطراف كتيره، بيعمل برجع له ويقسمه على ناس كتيره، وبعدين هو بياخد ايه نتيجه الكلام ده كله، ويبقى ايه بيعمل المشروع بتاعه يعني، او بيعمل الشغل بتاعه. فالبيز اكتشن فيز عباره عن ايه بقى؟ ريسيف كلاينتس كونديشن اند ريكوايرمنتس فور ذا بروجكت، ريسيف بروجكت فاكت شيت. هنا الكلاينتس كونديشن، الكلاينت اللي هو العميل يعني، العميل في ناس بتسميه كلاينت، في ناس بتسميه يعني، اما اي حته بقول لك بيسمي كلاينت زي ما هو عاوز. المهم الشروط بتاعته والايه والمتطلبات والمواصفات بتاعته. في حاجه اسمها البروجكت فاكت شيت، يعني انت اي 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 بروجكت في الدنيا بيبقى له اشتراطات معينه، هنقربها برضو لاذهاننا بايه بالكونستراكشن، هو اسهل حاجه واكثر حاجه في ايدينا يعني ريلايبل في ايدينا. لو انا بعمل مثلا مدينه سكنيه مثلا، عميل معين مدينه سكنيه وانا باخد مدينه سكنيه دي، هلاقي في فاكت شيت للمشروع عباره عن ايه؟ اقول والله الاريا الفلانيه هتتعمل مثلا مساكن عاديه خلاص، وكل قطعه من الارض اللي موجوده نسبه المساحه اللي فيها كذا في الميه، الفراغات اللي ما بين كل حد الملكيه بتاع العماره او حد الارض بتاعت العماره وما بين المباني قد كده، نسبه الفوت برينت بتاع العماره قد كده، نسبة الارتفاع قد كده. فكل ده بتحط بايه؟ في حاجة اسمها ايه؟ فاكت شيت. وفاكت شيت ده يعني هو عادة برضو يعني هو مشهور بيبقى يعني نحس بيه أكتر في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ مثلا في الـ في الـ في الحاجات الحكومية يعني اللي هي بتاخد منها التراخيص والحاجات دي من أول آخرها، بيبقى الفاكت شيت موجود، شروط البناء يعني الحاجات دي كلها مؤخرا. فده الايه الفاكت شيت. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لانها هتقابلنا، ممكن تقابلنا كتير واحنا في بالنا هي بنحط فيها يعني اوضحها يعني. Study the project elements and fix your breakdown structure. ال بي ام او بياخد، بي ام او كومباني او بي ام او اوفيس بياخد البروجكت elements بقى وبريبير البيان الورك بريك داون ستراكشر بتاعها. يعني ايه الاكتيفيتيز اللي هو هيعمل ورك بريك داون ستراكشر عشان يوصل ايه يقطعها يعمل الاكتيفيتيز بتاعتها. ويعمل حساباته يعني يقول هو هيصرف كام على ايه يعني، يعني هو ان كل الكلام ده كله اخره هيبقى عنده كونستراكشن، هيبقى عنده بلاننج، هيبقى عنده كونتراكت مانجمنت، هيبقى عنده حاجات كتير قوي. فخلينا ايه واحده واحده برضه هنتكلم على الكلام ده كله بعد كده. Study the different activities required for the project for the different project phases. يعني الاول الليفل الاولاني هيبقى ايه؟ project phases اللي هيعدي عليها مين؟ اللي هي الفيرست ليفل. كل بروجكت فيز من دول لها بقى ايه؟ لها ريسورسز عشان تخلصها، هيعمل ايه؟ بريك داون الفيرست لاين، هتحط التايب اوف ريسورسز، التايب اوف ريسورسز ممكن تنزل بعدها لحاجات الليفل الثالث لغايه ما يبقى ايه؟ يوصل لنقطه ان كل بلوك على كل يعني مش عايز يعني بلوك دي كنت فاهم انها بلوكينج، لا يعني كل مربع او مستطيل عنده في الورك بريك داون ستراكشر بيمثل ورك باكج او بيمثل اكتيفيتي زي ما بنقول. Do a preliminary time schedule for the project management activities according to the total project duration. بيعمل ايه؟ preliminary time schedule for the project activities according to the project duration. احنا هو حول كل المسؤوليات بتاعته بالورك بريك داون ستراكشر، لا هو بيدرس كانه بيدرس مشروع بالظبط. ان هو بيحوله لايه؟ للتوتال بيعمله بيدرسها بقى اكتيفيتيز. ليه الكلام ده؟ برضه دي نقطة مهمة جدا ونحب برضه نشير لها. هو أنت دلوقتي إحنا لما بنعمل مثلا سي أنا بعمل الهيكل التنظيم بتاع أي مشروع. أنا بعمل الهيكل التنظيم بتاع أي مشروع
بحط عندي على فكره الموضوع برضه هنعمله ان شاء الله، ازاي تعمل لك تنظيم المشروع والديفرنت فانكشنز اللي فيه وبتعمل ازاي واقوله ايه من اخره ايه. الموضوع برضه جميل جميل جدا، وهتلاقوه برضه سهل زي الكلام اللي احنا بنقوله كل من اول لاخره. بروجكت مانجمنت ده من اسهل العلوم اللي خلقها ربنا واقربها للنفس، وربنا خلقنا تالنتد للبروجكت مانجمنت، بس احنا يعني ايه محتاجين نحطه في شكل يعني ايه علمي عامل شويه. دو بريمير تايم سكيدول، يعمل تايم سكيدول بريمينري. انا مش بتكلم حتى مش يعني لو عملوا بريمافيرا حلوه قوي، عملوا ام اس بروجكت حلوه قوي، عملوا بالفاست تراك ماشي، عملوا بالشورت تراك ماشي، عملوا بايده ماشي. يعني برضو احنا هنتكلم ان شاء الله على مشروع رحله هنعملها، هنحط الكلام بتاعه وهنحسبها بايدينا. يعني اي بروجكت مانجر لازم يعرف يحسب الديوريشن بتاع البروجكت بتاعه، ويعرف ازاي يحط ريسورسز عليها مانيوالي، يعني 30 40 مثلا اكتيفيتي ازاي يعملهم، ازاي يعمل الوقت بيدون صح. هنعمله بايدينا بايدينا، ودي يعني دي من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى ايام كنت بدرس في مبادره زمان، كنت اول لازم اخلي الناس تحل الموضوع بايدها الاول، وبعدين اعانها على الايه على الـ على الـ على الـ على, على الباكج نفسه بتاع ايام ما كانت بي 3، دلوقتي بقت بي 6 ما شاء الله، وكذا فيرجن دلوقتي بقت يعني دنيا. فايه فلازم يبقى يعرف يعمل تايم سكيدول ويعرف الريسورس الوكيشن بايده يعني كده. فايه اكوردنج تو توتال بروجكت دوريشن كالكوليت اند ديفاين ذا ريكوايرد ريسورسز فور ذا بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز. هنلاحظ حاجه، ان احنا مثلا سي ان احنا بنبتدي بروجكت بتاع الكونستراكشن، هتلاقي الهيكل التنظيمي كامل، انما انت بتحتاج مين في الاول؟ الريسورسز هتتحط مع كل اكتيفيتي. انا داخل اول حاجه بعملها بستلم الموقع، ومثلا بعمل اعمال مساحيه، وبعمل مثلا الموبيلايزيشن بتاع المكاتب والمخازن والمخازن الاخيره. برضو في لقاء واضح هنشرح فيه ازاي تعمل الكلام ده كله، دي برضو ان شاء الله من الحاجات الجميله ان شاء الله ان شاء الله ربنا اذا حيانا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وهحتاج مثلا ايه الحفر في الاول خالص، يعني تحديد الكلام واعمل الاسوار، واحتاج حفر. هل انا محتاج كل المهندسين بتوع الموقع؟ انا ممكن احتاج مهندسين بتوع ايه؟ التكنيكال اوفيس، لان هم اللي هيقعدوا بقى ايه؟ يعملوا الشوب دراونز، يحضروا بقى كل الكلام اللي هو هيشغل الموقع بعد كده. فاحتاج ومش كلهم كمان، لان اللود بتاع الشغل في الاول ما بيبقاش يعني ايه؟ قد كده. وفي السايت محتاج مثلا وسايت مانجر طبعا لازم يكون موجود معاه، مثلا كونستراكشن مانجر مثلا، ومعاه ايه؟ مساح وملحظ، عشان نوصل لايه للشغل الاولاني خالص. وبيفضل تزيد يزيد يزيد عدد الناس مع الشغل، كل ما يقعد ما يجي مكان يكمل الاورجنايزر الشارت بتاعه، لغايه في نص المشروع هيبقى في النقطه الماكسيم بتاعته، هتلاقي ايه معاه كل الاورجنايزر الشارت بتاعته. يا رب يكون الكلام ده واصل. بعد كده هيبتدي برضو في النص الثاني من المشروع هيبتدي الناس تقل، هيبتدي الناس تقل. يعني مثلا خلصنا الخرسانات وخلصنا المباني وبيشتغل في التشطيبات، فكل المهندسين بتوع المخصصين بالخرسانات وبالمباني والكلام اللي هو الايه اللي هو السمنت ورك الاولاني هيبتدوا يبقوا مش موجودين، او موجودين بحد قليل، عشان ايه؟ علاج اي حاجه او عمل اي حاجه. هيبتدوا يشتغلوا في الفينشنج، هتبتدي مثلا بناس بتوع الكهرباء، وبعد كده هتبتدي ناس بتوع الميكانيكا، وهكذا. هيبتدي ايه الناس تقل تقل تقل، وتيجي في الاخر ايه في الاخر خالص هيظل في المشروع مثلا البروجكت مانجر مع الكونستراكشن مانجر معاه ايه يعني ان حتى الريسورسز نفسها واخده بيل شيب اللي هو عامل هذا الشكل. ويعني مش ما باجي عشان الواحد ما ايه يعني ما تيجي تعرض لما تيجي مثلا تمسك اداره مشروع وتحط الاورجنايز شارت بتاع المشروع بتاعك، لازم تفهم الكلاينت او تفهم الناس ان يا اخوانا ده مش من اول مشروع لاخره. دي الورك بريك داون الهيكل التنظيمي ده الاورجنايز شارت ده في التوب او في الماكسيموم بتاع المشروع، في الماكسيموم بوينت بتاعت المشروع. انما من الاول بيزيد، في الاول بيبتدي قليل وبعدين بيوصل للاخر وبعدين بيبتدي يخس لغايه ما ايه يجي للاخر. Do a preliminary time schedule for the project activities. Calculate the required resources for the project management activities. هتتحط الايه؟
الريسورس اللي احنا بنقول عليها دي، الريسورس هنا هتبقى ايه؟ المان باور. انا هو بيشتغل بايه؟ المان باور. بس في الاول كذا، هتلاقي يعني الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، طبقا للايه؟ للاكتيفيتيز اللي هو هتطلع معاه من الحسابات بتاعت التايم سكيدجول بتاعه. طيب calculate the cost of the different resources for the different phases. يعني كل فيز من دول هنحط الريسورسز بتاعتها، هحط الكوست بتاعتها، مهندس مدني بكذا، يعني مهندس مثلا الكونستراكشن كذا، الكونتراكت مانجر كذا، الكيو اي كيو سي كذا، الاتش اس اس اي كذا، الدوكمنت كنترول كذا، البروجكت مانجر كذا، وهكذا. يعني كل واحد بحط الايه الكوست بتاع كل واحد واحطها له معايا على الايه على الـ على الـ على الشارت بتاعه، اللي هو طبعا بعد ما بحسبه بحطه على بار شارت، والبار شارت بحط عليه ايه الوكيت الديفرنت ريسورسز. طبعا الكمبيوتر بيبقى اسهل بكتير جدا، لكن لازم انا كمدير مشروع اقدر هذا من هذا كلام في ايدي وابقى فاهمه وعارف هو بيجي منين. Calculate the different required prices to be presented to the client after the discussion with the top management. يعني انا بعد ما احدد هذا الكلام كله بعمل ايه؟ بقعد مع التوب مانجمنت بتاعي في شركتي طبعا اللي بيدرس هذا الكلام مع البي ام او، وبعدين ايه؟ اقدم بقى اعمل طبعا هعمل الكوست بتاعها زي ما بعمل اي حاجه، اي كوست في اي مشروع او في اي هيراركي يعني. بعمل الكوست بتاعه وبحط ايه المارك اب بتاعي. طبعا اذا اتكلمنا قبل كده برضه المارك اب ده بيعتمد على ايه، انت عندك شغل ولا ما عندكش، هل السوق ماشي كويس ولا مش ماشي كويس، الناس اللي في السوق مش فاكر احنا اتكلمنا الكلام ده ولا، يعني هنشوف. على العموم يعني ان المارك اب بتاعك مش ثابت، يعني مش هتقول انا بحط مثلا 15% على 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 الكوست بتاعي، لا ساعات بتحط 100% وانت مرتاح جدا لما انت الشغل بتاعك يبقى فيري سبيشال وما لكش منافسين والسوق محتاج شغل ومحتاج كده، انت طبعا هتدور على ايه على الفايده بتاعتك يعني. وممكن يبقى زيرو ويبقى انت الكسبان. ليه؟ لان انت لو ما خدتش الشغل بزيرو مارك اب هتلاقي انت بتدي للناس بتوعك فلوسهم من عندك. للاسف شركات كتير ونظم كتير وللاسف غالبيتها في الغرب، في الغرب للاسف ان هي بتيجي عند الحاجات لما يحصل كرايسيس او ما يحصل حاجه زي كده بيعملوا ايه؟ بيروحوا جايين مطلع قرشين الناس كلهم من الاول لاخر. شرق اسيا ما بيعملوش كده، شرق اسيا ما بيمشوش حد، بيتصرفوا بحيث ان يعني الناس بتبقى مرتبطه بيهم يعني. Prepare the offer to the client incorporating the PMO condition and details. بحضر بقى الاوفر بتاعي اللي انا هقدمه للكلاينت، كوبي ذا بي ام او كونديشنز، وبحط لو عندي اشتراطات بحطها. يعني المشروع بتاعي مثلا سي ان هو مدته مثلا نازل في الاوفر مثلا ب 12 شهر، انا ممكن اخلصه في 11، هقول انا خلصت لك في 11